موجود لاعبين وتبدا تدخل لاعبين عليهم، يعني كان التتابع فجاه يتغير الفريق بدون ما تحس فيه انت. حتى المجموعه اللي داخله الان، حتى واللي حققت انديه اللي حققت المنجز الاخير هذا عندهم، تفكر تقول ماذا والله سعود عبد الحميد ده اول مره يدخل في المجموعة، هذا من بكرة ولا بعده هو اللي بيصير ينقل الخبرات اللي السابقة. بس انت لما تجي تطالع ابو نايف الحين، سعود عبد الحميد داخل على خط دفاع مثلا جيانج البليهي وعادة ياسر الشهراني والمعيوف، جيانج والبليهي والشهراني والمعيوف كم لهم سنة يلعبون؟ صح صح، ما نقول احنا عارف علي؟ ايش نقول لك انا؟ هنا لما اقول لك التتابع.